بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، التواصل يستمر، الانطلاقات تستمر على أرضية ميدان المرموم، تحفة ميادين السباقات بإدانة الدنيا دبي، ضمن انطلاقات مهرجان المرموم الختامي السنوي لعام 2023. ننطلق في هذه اللحظات مع آخر أشواط هذه اللمسية في ليلة الإذاعة وسن الإبداع. ننطلق مع المهجنات الأصايل الجعدان، تقدم مباشرة مع المركز الأول وحامي على المركز الأول إذياب بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي، يتقدم في هذه اللحظات على المركز الأول، يقدم حامي المركز الثاني، القادم على ثاني المراكز والقادم في هذه اللحظة مفوض راشد بن حمد بن علي العويسي، يتقدم شعارك يا ابو زايد في هذه اللحظات على المركز الثاني. المركز الثالث يتواجد الدكتور لسعيد بن علي بن سعيد لبريص المري، يتقدم في هذه اللحظات على المركز الثالث. والمركز الرابع شاهين القادم لراشد بن عبد الله بن راشد بالغافرية، يتقدم في هذه اللحظات على المركز الرابع. المركز الخامس نتابع معزم لحمد بن حامد بن فاضل المزروعي القادم على المركز الخامس. والمركز السادس شعار عبيد بن حلوس بن ذيبان، يتقدم في هذه اللحظات على المصانع الجنوبية، قادمين مقدمين في هذه اللحظات انطلاقة شاهين على المركز السادس. المركز السابع نتابع المركز السابع والقادم والمنطلق كفو لسعيد بن محمد بن خالص العمري القادم على المركز السابع. ثامن المراكز يتواجد راهي لسهيل بن سالم بن غدير الكتبي، من يقدم راهي على المركز السابع. ثامن المراكز يتواجد مهول لحمد بن سالم بن نصرة العامري، والقادم على المركز التاسع شاهين لعوض بن محنة بن نوبي المحربي القادم في هذه اللحظات. ناخذ المركز العاشر ونتابع مندر لحمد بن سلطان بن عواد النعيمي، يتقدم في هذه اللحظات، يقدم مندر على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء، لهذه الشعارات المتقدمة الحاضرة على أرضية هذا الميدان. لكن بعد العشر، أسماء قادمة، عودة إلى الصدارة، عودة إلى المقدمة، إلى شاهين. شعار راشد بن عبد الله بن راشد بالغافرية تقدم على المركز الأول. المركز الثاني القادم حامي شعار الشبل القادم في هذه اللحظات، ذياب بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي القادم والمتقدم مع حامي على المركز الثاني. المركز الثالث يتواجد ويتقدم معزم لحمد بن حامد بن فاضل بن أحمد المزروعي القادم، وربدان القادم ربدان عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري القادم، المقدم انطلاقة ربدان على المركز الرابع. المركز الخامس يتواجد
عندنا الدكتور لسعيد بن علي المري القادم. شعارك يا براية القادم على المركز الخامس المركز السادس ياتي ويتقدم مفوض لراشد بن حمد العويسي القادم وبن خالص القادم مع كفو سعيد بن محمد بن خالص العامري يتقدم في هذه اللحظات. وشعار احمد بن سالم بن منان القادم شعار المتحدي الصغير يتقدم مع مبلش القادم مبلش المتقدم اول نداء لمبلش وكذلك القدوم من قبل المتفائل القادم لعلي بن راشد بن سيف فشاوي الغفلي يتقدم مع المتفائل القادم والمتفائل باخر اشواطنا في امسيه هذه الليله. نتابع الاسماء شاهين عوض بن مهنا بن النوبي المحرمي وشعار بن غدير وكل الاسماء وصلت في هذه اللحظات ولكن بالغافريه على المركز الاول يتقدم مع شاهين راشد بن عبد الله بالغافرية الفلاسية يتقدم على المركز الاول وعلى الصدارة. المركز الثاني معزم لحمد بن حامد بن فاضل المزروعي القادم تابع الاسم القادم يا ابو حياب. نتابع في هذه اللحظات المتسلل والقادم شعار عبد الله بالشريقي الاغفلي بشاوي مع معزز القادم عبد الله بن نايع بشاوي الاغفلي وشعار احمد بن سالم بن منانة بعد الكيلو متر الاخير هلموا الى الصداره. متفائل القادم في هذه اللحظات المتفائل لعلي بن راشد بن سيف بشاوي الاغفلي القادم في هذه اللحظات الاخيره الأمتار الأخيرة صوت المهجنات الأصايل آخر أشواطنا في أمسية هذه الليلة إلى فلي المعلى حتى هذه اللحظات إلى ميدان الشعب. لكن القادم الفارس القادم المتسلل لخالد بن أحمد بالكيلة بن منونة بالشاوية اللحظات الأخيرة المتفائل ومبلش ولكن الفارس تقدم الكل الفارس وسلالة الفارس على المركز الأول المملوك لجنة العاصفة. ها هو الفارس يا بالكيلة سلام يا الطوية سلام تهانينا والناموس لخالد بن أحمد بالكيلة العمري على فوز الفارس بآخر أشواطي أمسية هذه الليلة في يوم اللي ذاعه لأهل الطوية. المركز الثاني مبلش القادم على المركز الثاني لأحمد بن سالم بن منال. المركز الثالث شعار محمد بن مصبح بن حمود الكتبي. المركز الرابع شاهين لراشد بن عبد الله بالغافرية الفلاسي. المركز الخامس غازي غازي اللي احتل المركز الخامس لمحمد بن عبيد بن عرطي الحميري. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. التوقيت 9:08 من الثانية هو توقيت الفارس. تهانينا والناموس لخالد بن أحمد بالكيلة العامري وسلاماتنا من دانة الدنيا دبي إلى مدينة العين بالتحديد إلى الطوية إلى بالكيلة راعي الفارس. خاتمة أشواطي هذا المساء مع بالكيلة ومع الفارس. المركز الثاني 9:05 من الثانية اللي وصلنا مبلش مع المتحدي الصغير أحمد بن سالم بن سعيد بن منانة الكتبية من قدم بهذا الأداء المتميز. المركز الثالث 9:07 من الثانية اللي وصلنا شعار محمد بن مصبح بن حمود الكتبي. تهانينا والناموس لك على هذا الفوز والانتصار في المركز الثالث. تهانينا والناموس للجميع.